Do you know what is Trofa? Trofa is the hidden treasure at الرايا مول في الجفير. نعم نعم نعم. تخيلوا أول ما نزلنا في الطابق الثاني هناك في اللفت ولا شم يعني freshly baked pastries, cakes and stuff. And it's here at Trofa. أول ما تدشون يام. هذا لك. Muffins to go. حق اللي يشتغلون. Look at this. Yum 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 yum. طبعا حلوياتهم. هذي شيء. والله العظيم تدعون لي. تعرفون شو تدعون لي؟ تدعون لي بالجنة بس وانتوا تاكلون هالشوكولات دي. My goodness. لا لا. راحت علي الرجيم. I can't. Sweets over there. وبعد عندهم كيكات. بس أسعارهم وايد معقولة. مهلا الكويت أهلين دكتورة إيمان العطيبي وجعاء حبيبتي and my favorite always. بصرون الفود كريتيك حق تروفا but you will say your honest opinion. Yes. Okay. Okay. يلا حياكم. شو اخترتي؟ أنا اخترت The grandma pie? Yeah, looks delicious. ماشي اخترتي؟ اخترت كرواسون زعتر. ايه؟ اورجانو. وشكلي بعدين راح انزل على الحلو. اوه شكله مغري. مغري؟ لذيذ شكله. Yes. Cookies here, cookies there. احنا ناطرينك بالكويت على فارغ يعني شو اقول لك احر من جمر عشان تفرروني وتمتنوني من اكلكم لذيذ بعد انت طاقتكم وايد حلوه خلها تبخر شوي بالطاقه والله تنون يس جنتلي جنتلي بليز يس ثانك يو يو ار فيري نايس ثانك يو حط تروفا قالوا لنا احنا مسوين شيء سبيشل حق رمضان وان شاء الله يبلغنا وياكم الشهر ان شاء الله ان شاء الله انتم سوفر المعجنات عجبتكم لذيذه لذيذه وايد حلوه صراحه انا بعد عجبني اللي طلبته الحين بنجرب السامبلز اللي حق رمضان يا زات لك دكتوره هاي الكنافه ها This is the كنافة دكتورة وايد حلوة وخفيفة الحين أنا بجربها بقول لكم هاي الكنافة أنا مو بأكيلة كنافة دكتورة بس باكلها عشان بجربها حلوة نعم الكنافة وايد لذيذة ترى وايد خفيفة أنا توقعتها يعني عرفتي هاي اللي يونتش مثل ال ثيك حتى, حتى الحلو مالها خفيف يم 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 جرب البقلاوة الله كرونتي تسمعني؟ يمي أحب اللون بيدك بيدك اختي بيدك فيها بركة اه صج؟ شوكولات يمي يمي نجربها بيدي طبعا بقول لكم سالفة فيلم انا شفته دكتورة ها نسيت ايش كنت بقول لك ترى حق ما اكلته شو اخبار شغل عدل الله يوفقهم شغلهم فوق الممتاز ولا اروع ما قلتوا دكتوره ما قلتوا ناطع ناطع لذيذ يا ما لح شنو بعد يقولون هذا فاشل نزاكه ما كان بعدي هذه الشاف you did an amazing job this was يعني look at the plates يعني The kunafa? No, no. I don't like kunafa. Uh-huh. But this is really delicious. This is delicious, wallah. Yeah, it touches the difference. We just taste it like this. Mm-hmm. Okay, just baklava. But you add chocolate like that? Marvelous. Yeah, it's amazing. Stanis, the chef. You're a good seller. I'm telling people this is the Ramadan, like a special by Trofa for Ramadan. This is Greek special dish for Ramadan. برامج الطبخ ايه اشوف الطبخ اليوناني و
طبعا الدول الثانية في اليونان مشهورة ان طبختها وايد قريبة من الاكل المصري. يعني المسقعة اللي في مصر هم عندهم نفسها، الاكل اللي قاعد ناكله قلبي اللي هو الحلو هذا نفس الشيء نفس الطريقة، ونفس اكلهم عبارة عن ميكس عبارة عن يوناني مع اكل عربي. بس انصحكم تجربونها لان طعمه وايد. ترى دكتورة ايمن من المساعة قاعدة مع الشاب سر الخلطة. She wants the secret. Will you give her the secret? Not bad. تقدرين على انت كويتية. طبعا. إيمان تقول حق الشيف ترى انتو يعني تروح لي وين؟ قال لا احنا نازرين. ولا تقول عيني دعوة شنو؟ من أصول يونانية لأن أنا نفسي أطبعهم أنا. اليمعة وايد حلوة. ويو سمحة والله العظيم. وبتتكرر هالطلعات وبتتكرر الزيارات ها؟ أكيد. ان شاء الله اذا جيت كم رفع ايفنتس في الكويت ان شاء الله نسوي حلقه خاصه ان شاء الله. ها هو يا ندعاء الله يسلمكم. الترافل روم هاي لازم تدشون او تشوفون. This is chocolate heaven room. هذا راح يكون احلاهم الفلورنتين. ها تحبين انت الفلورنتين ها؟ في دارك شوكليت ميلك شوكليت. اوه شلون تينا ريحة عجيبة. شنمينو صح؟ هلا شريته وشوفكم. شرينا اشياءهم وايد حلوة فريش. يلا حياك حلو حبيبتي حياكم الله قلبي. استانست تشوف. My feedback for Trofa is the food is يعني fresh, delicious, amazing and the prices الأسعار وايد جدا معقولة جدا. سألتهم إذا هم يسوون كيترينج قالوا إحنا نسوي كيترينج و I do recommend them. بالإضافة إلى تروالي إذا أي حبي يفتح له كوفي شوب I do recommend Trofa. يعني حتى من ناحية شنو هما يقدرون يصيرون suppliers. يعني حنا مثلا في مطاعم نفس ليلو والشوكولا they supply other coffee shops with their own pastries. هما محلهم في الطبق الثاني في مجمع الراي. ومجمع الراي صار وراء مسجد الفاتح يعني في المنطقة أو الجهة اللي فيها مسجد الفاتح.